لكن اختلف حينما يتعلق الأمر باستيراد تجارب كانت في الماضي وتأسست من أجل أشياء أخرى تبرأ ربما وصححها المرحوم الزعيم مولاي واحد في حواراته تحدث عن هذه الجمهورية وكيف فهمها الشعب وكيف ينبغي التعامل معها إلى آخره. ولكن أنتم الشهر أنظار الخيانة إلى الأنازل وإلى الريفيين هذا خطر لا ينبغي الدخول خاصة أن المسألة مجرد بيض فاسد مجرد فقاعات إلى مسألة بسيطة وإن كانت تبشر على مستقبل ربما في